جرش خلال السنوات الماضية قدم العديد من الفنانين العرب للعالم العربي. احنا قدمنا فنانين واليوم سنقدم أعداد كبيرة من الفنانين الأردنيين والفنانين العرب للعالم العربي. سنبقى هذا يطلق إشعاع ونور للعالم كما يطلق فنانين للعالم العربي في مزج بين الفنان الخبير واللي له خبرة وتجربة ومشهور وبين التوجه التجريبي. كان آخر حفلة عملناها، هاي أولى حفلاتنا والرجعة حلوة كتير. الحضور يعني فاق التوقعات، والسياحة الداخلية والخارجية عم بتكون ممتازة.